الأسئلة يعني سميت أمر في يتفع. إذا زينب قالت أحن إلى أمي، فكل غلاب الحزن عن عرقها تروي. إذا زينب قالت أحن إلى أمي، فكل غلاب الحزن عن عرقها ترمي، وتشبه في الميعاد أفراح طفلة إذا كبرت لن تبلغ الحزن بالرجم. إذا زينب نادت أحن إلى أمي، فكل غلال الحزن عن عرقها ترمي، وتشبه في الميعاد أفراح طفلة إذا كبرت لم تبلغ الحزن بالرجم. وإن كان فيها مثل سهم مؤبد، فظن وظن أبعدوها عن السهم، وقولوا نخيل يثربي يحفها بديلا عن النخل الطفوفي بالوسم. ألا إنها موسومة من أب لها وأم ببيت في المدينة للضم، ونخل وريف صار من بعض فتية لها، مشت خلفها وهي الجديرة بالأم. وحطوا لها والخمر طوق وجهها، فكان تمام الستر للحمر. الله صل على محمد. ألا إنها موسومة من أب لها وأم ببيت في المدينة للضم، ونخل وريف صار من فتية لها مشوا خلفها وهي الجديرة بالأمن. وحقوا لها والخمر طوق وجهها، فكان تمام الستر للقمر التم. فمن طيبة يا أساسا، والباقي فوق من تفرع ولا تشرد أو أهل البيت سنة الطارئة انطلقوا من المدينة. فمن طيبة كان جذرها، ومنها إلى البلدان ملكية الختم. فقد ختمت أرض الطفوف بوطئها، وتلتها بالطاف من عصم الحكم. وقد دمغت أرض الشئام بقبرها، فذلك دمغ نافذ الملك بالعزم. وتبقى الفتاة اليثربية طلبة، وبيت أبيها صار يعرف بالشمس، ينادي الذي أعطاه من موقع له هنا مولد.
حوراء كالفرح الخصم. ينادي الذي أحفاه من موضع له، هنا مورد الزهراء كالفرح الخصم. يخاصم من يحفي لأبيات أحمد وأفراحها سقط السماء إلى النجوم، ليصبح مما دل عنها، ليصبح مما دل عنها ديارهم وأبياتهم يهوي إلى موضع فما قبلت زهراء بالوجد زينب، فما قبلت زهراء بالوجد زينب سيوجد نجم وفق بيت لها يومي. وما حضنتها إذ تدير إلى الرحى يقول فرج الحضن ضاع به اسمي. فيا أنجم الحوراء من قد اسمها، ويا نخلها الملك في فدك محمي. فيا أنجم الحوراء من قد اسمها، ويا نخلها الملك في فدك محمي. وأفراحها محمية من جفاتها، وأحزانها بالصبر تخشع للهم. ويثرب أي تذكر يثرب ديار علي والحسين وجعفر، ويثرب أي يثرب من كطابه طفوفا وشامات وملك مريض. فكنت انتقاص الحزن من طرف له، بما يحفر البلاد للفرح الوشم. أرى دشمة من تل زينب زغربت، وكان اعتلاء التل أوجاع للبكم. أرى دشمة فيها القتال بشامنا على فرح من قبر زينب لا يؤذني، لأن إلى جبريل المهجة مولد ببيت علي بن قتل لا يؤذني، لأن إلى جبريل مهبط مولد ببيت علي وهو كالوحي لا يحمي لا يعمي، وقد هبطت منه العقيلة مولدا كقول ألقرة من تكون إلى الأم. وقد هبطت منه العقيلة مولدا كقول ألقرة من تكون إلى الأم، فإن كان أميا كأحمد أبشر، فإن كان أميا كأحمد أبشر فذا كامل التبليغ بلغ عن علم، وإن كان أميا كما جهل قومه يرى زينب من فاطم دون مرضى، يرى فرحة الميلاد لجمع يثروبية، يرى فرحة الميلاد لا يثروبية، يرى ذاك تفديك إلى فرح مرحبا. وإني مصر، والعقيلة أورثت عراقا وشاما مصر، ما نرفها ركمي، بأن لها كل اليكارم قصة بما فوق حظ الأنثيين من القسم، بأن لها كل اليكارم قصة بما فوق حظ الأنثيين من القسم. فقد قسم الله البلاد وأهلها كقسمة جنات الشفاعة من الغنى. الله قسم البلاد على شفاعة الغنى. فقد قسم الله البلاد وأهلها كقسمة جنات الشفاعة من قدمي لأحمد
والأصباط من ولد بنته كذلك بنت البنت ما الإرث من حلمه ولكنه إرث رضي مغاضب فمن يرضى عنه هذا جاده ومن منه كانوا غاضبين فقاحل قاحل ولو خط وقف الآن ملكا مع الرسم فيا فرح الحوراء من يطرب التي تناهز بالميلاد ما جاء فالرحم ترضي عليها ترضي عليها فرحتي وهويتي إلى فلك فهي انتماء الذي ينمي فإن كانت الأفراح عند سوى الطموح لمعنيها أو غير ذلك بلا لزم لكم فرحة ملكية عندما لكم نصيب به من غبطة الله بالجزم كسهم إذا ما صاب في الحب عاشقا تفدك نادى للتم فلك السلام عليكم.